الرميه ديالنا مختصه بالخياطه والطرز والعقيق. كنديروا الطرز العقيق كنجيبوا ثوب ونخيطهم اول حتى التالي، وكنبيعوا الجلابه بالجمله وبالتقسيط. عندنا محل في المدينه، وكذلك عندنا هنايا كنبيعوا بالتقسيط للناس، بحال هكا بركان وجده كنبيعوا لهم على تانيكا. المبادره الوطنيه قامت بالدعم ديالنا 60%، قامت بالدعم ديالنا، وحنايا قمنا ب 40%، يعني كانت 25 المليون حنا حطينا 10 المليون، والمبادره الوطنيه عاونتنا ب 15 مليون. وبالنسبه للعمل ديالنا كان في الاول كان كما نقولوا عشوائي، كنا نخدموا في السوق يعني نخدموا متفرقين. دركي لا، دركي راه عندنا الالات ديال الماشين ديالنا، كلشي خدامين هنا، يعني كلشي المنتوج ديالنا يخدم هنايا، يوجد هنايا ونخرجوه للسوق، وكيكون بواحد الثمن اللي قليل. ومنين دعمتنا المبادره الشيفر ديالنا طلع، وزدنا معنا ناس اخرين، يعني بحال العاملين كانوا معنا في الاول غير 4 ولا 5، دركي لا، دركي راه حنا هنا 7 في لاتولي، وبرا على لاتولي كاين 12 منهم نساء اللي كيخدموا في ديورهم، وكاين رجال عاوتاني كاين اللي كيخدموا لنا حتى هما عاوتاني كالعقاد، كاين اللي خدمنا الكاترفيل، كاين بزاف ديال الناس. حتى الشباب ديال وجده ماذا بينا كيما نقولوا ينوضوا يخدموا، ما يقولوش ما كانش الخدمه راه كاينه، يخدموا ويديروا واحد المجهود ديالهم، وربي يسر لهم في التالي. هذا اللي نقول، راه الانسان كيبدي من الزيرو في التالي كيطلع. المشروع ديالنا هو كان عباره عن فكره ماتيريال اللي بكاليتي مزيانه وكذا، والحمد لله بسبب المبادره اللي عاونتنا ووفرت لنا هذا الماتيريال باش رحنا خدامين. كنشكروا المبادره الوطنيه على هذا الدعم اللي قدمته لنا من مواكبه من بزاف ديال الحوايج. بسبب الدعم تاع المبادره كما كتشوفوا راه قدمت لنا ماتيريال اللي كاميرات اللي بكاليتي مزيانه، واللي قدرنا باش ندخلوا للسوق بها ونتنافسوا مع المنافسين ديالنا. وكما كتشوفوا هما الشباب معانا هنايا اللي حسنا باش نعاونوا الشباب، اللي 8 ديال الشباب اللي خدامين معنا اللي باش دايرين هذا المشروع هذا. والحمد لله من بعد ما بدينا المشروع ديالنا هذه تقريبا واحد 3 شهور ولا 4 شهور، الحمد لله رحنا خدامين والمشروع راه غادي الحمد لله. بهذا الشيء اللي عاونتنا به المبادره رحنا كنقدموا واحد الكاليتي اللي مزيانه اللي خلاتنا نتنافسوا بها في السوق. الحاجه الوحيده اللي كننصح بها الشباب ديال وجده هي انهم بنادم يعول على راسه، ولا كانت عنده شي فكره في راسه ولا يطبقها ويشوف يدق كاع البيبان، راه كاين منصه شباب، كاين التنميه البشريه كيعاونوا الشباب كيواكبوهم، كاين بزاف ديال الحوايج. من الاحسن خير ما بنادم يبقى يهاجر البلاد على والو، من الاحسن بنادم يطبق المشروع ديالو في بلاده. كنت دفعت لمبادره التنميه البشريه اللي دايرها لنا صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله، تم قبول الملف ديالي الحمد لله، وساعدوني آلات لتجفيف الفواكه والخضر. حاليا أني نتمكن من تجفيف الفواكه والخضر في وقت واجس بفضل هاد لي ماشين. أما في القبل كنت نشف عبر الشمس بطريقة تقليدية، وكانت تستغرق أيام، وكان شي خطرات يكون المنتج غير دي جودة، ماشي كيما دابا لي ولا تجفيف الفواكه والخضر كيستغرق فقط ساعات وبجودة عالية. ونشكر القائمين في ولاية وجدة، السيد الوالي الجامعي، وكلشي الموظفين اللي كان الاستقبال ديالهم والدعم ديالهم. حاليا الخدمه ديالي توسعت الحمد لله، راني نقدر نحط المنتجات ديالي في محلات للبيع في لي بيسي وفي عبر الانترنت. اما قبل كان يقتصر المنتجات كان حول لي فامي العائله والاصدقاء. بعد اعطاء انطلاقه المرحله الثالثه من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه من طرف جلاله الملك الله ينصره في سنة 2018، ومن أجل الاستجابة لحاجية الشباب ولحامي المشاريع المدرة للدخل، تم تمويل 93 مشروع على مستوى عمالات وجدة أنكاد في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب بين 2019 و 2021. وتجسيدا لأولوية المبادرة الوطنية، تم إنشاء منصة الشباب على مستوى نفس العمالة التي توفر العديد من الأوراش والفضاءات لتوجيه الشباب الباحث عن العمل، مواكبة حاملي المشاريع عبر تكوينات في عدة المجالات. تجدر الإشارة إلى أن البرنامج الثالث يتضمن على 3 محاور أساسية. محور الأول بالنسبة للمقاولات النشيطة لأكثر من سنة، وهو محور تحسين الدخل.
محور ثاني هو محور دعم مقاولتي بالنسبه للمقاولات الناشئه او بالنسبه للشباب حاملي افكار المشاريع. محور ثالث وهو محور قابليه التشغيل، ما يجب التذكير بان اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه قد صادقت على 30 مشروع برسم سنه 2022 في اطار البرنامج الثالث بكلفه اجماليه تفوق 3.6 مليون درهم، وقد ساهمت المبادره الوطنيه باكثر من 2 مليون درهم مع احترام سقف 10 مليون سنتيم بالنسبه للمقاولين الذاتيين والشركات و30 مليون سنتيم بالنسبه للتعاونيات.